شاء الله، وندي شويه معلومات بس كده لو انتوا ما عندكوش معلومات عن الويسبي، هنبتدي نشتغل واحده واحده كده لغايه ما اقول لكم برضه ايه. انا كتير برضه كنت اتكلمت امبارح انا قلت اي حد مش عنده ما يحضرش، بس انا خايف بقى ان حد يجي يحضر دلوقتي، يعني طبعا انا ما عندهمش كورس شرعي، فربنا يستر ما تخش في النص، عشان الموضوع كله معتمد على بعضه. الدكتور الشرعي هيجي متاخر يا دكتور. هم قالوا لي هيجي 12 شهر لسنه شويه، بس يعني نحاول يعني ان شاء الله. المشكله الموضوع كله معتمد على بعضه، يعني ما ينفعش حد يدخل من النص. بس ان شاء الله يا لا، اللي عندك ده اسمي شرح، ده اسمي السمري والاسئله، يعني ابتدي الشرح. طب اذاكر ايه؟ ما ادخل جون دلوقتي اقول لكم عشان دي برضه حته مهمه جدا، انت ذاكر ايه؟ ماشي. اسمك ايه يا دكتور؟ استاذ. هقول دلوقتي حالا عشان لها طريقتين، هقول دلوقتي حالا دي عم تايه دي عم تايه بقى على اذنك واحد. سؤال ساره، سؤال مهم جدا، وسؤال عبد الرحمن. سؤال ساره ايه؟ يعني انا اذاكر الاول النظري وبعدين اذاكر الاسئله والسمري؟ اسمعوا بقى يا جماعه، كليتكم كليه خفيفه قوي. يعني ايه خفيفه؟ ما بتعذبش الناس. بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك هم هيقولوا ايه واللي هيحصل ايه. هو يقول لك الاسبوع هيدخل معاك تاني في اخر السنه. عمليا ما هوش داخل في اخر السنه، يعني هتيجي الدكتوره كده قبل اخر السنه باربع خمس ايام تقول لك مش معاك الاسبوع. اذا من الذكاء ما ضيعش وقت فيه قوي في التكست نفسه، يعني ما اقراش التكست نازل نفسه، ادخل على طول على الاسئله والسمري بتاعه. يعني مثلا شابتر الفايتال ستاتستكس انا شرحته زمايلكم في النظري ثلاث حصص. طب طالما هو هيجي وسطي بس، وسطي بس لصفحه، وطالما صفحه هتاخد ربع حصه، وطالما ربع حصه مش عشان حاجه، عشان انت عندك وقت مذاكره النظري، ما تشيلش الكلام ده وعلى حساب النظري، هو مش هيجي وسطي بس ودرجاته مضمونه ان شاء الله. خلاص ده من ناحيه اذاكر ايه؟ يبقى ممكن تذاكر السمري بس وما تذاكرش الموضوع اصلا. طيب التجربه دي حصلت كم مره؟ حصلت في كل الراوندات اللي فاتت، كل الراوندات اللي فاتت السنين اللي فاتت والسنه دي كلهم ذاكروا ليله الامتحان بس، الاسبوع بس ذاكروا وفهموا كويس وخرجوا من 30 من 30 وقطعوا بعدها. خلاص يبقى اذا السمري ده اهم بكتير قوي من النظري. ده نقطه رقم واحد. يلا بقى كلنا نسمي يلا كده، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي واحده واحده بقى مع بعض. الشابتر ده يكون عباره عن ايه؟ او السمري ده الاسبوع عباره عن ايه؟ عباره عن ست اسئله كل سؤال بخمس درجات. يبقى انا عندي ست برانشات. هنمشي بقى برانش برانش فيهم، كل رقم واحد موجود قدامك ده برانش، انت عندك كام؟ خمسه، لان انا دارج اثنين في بعض. والكليه هي نفس الكلام، هتدرج الاثنين في بعض. الاول في مصادر الاسئله دي، في مصادر الاسئله دي في ال 10 سنين اللي فاتت من محاضرات الدكاتره اللي بتراجع الاسبي كل سنه. يعني الاسئله ان شاء الله لو مشينا واحده واحده هيجي لك احد تنويعاتها. طب انا عامل ايه؟ مذاكره ضخمه كده ليه؟ هي ضخمه عشان اسيب اماكن للحل، عشان اسيب اماكن للحل. طب هي فيها كام سؤال؟ فيها 60 سؤال. طب هيجي منهم كام؟ هيجي منهم سته. كل سؤال عامل منه اربع تنويعات، يعني الراوند ده هيجي التنويع دي، الراوند ده هيجي التنويع الثانيه بنفس الارقام. فهمت الفكره؟ يعني مثلا جو انت مزنوق في المذاكره في الاخر، ممكن احل واحد من اربعه اسئله. يعني واحد ينوب على الباقيين، واحد ينوب على الباقيين، خلاص انا بدي نفس الفكره بقى غير الارقام بس في الامتحان. خلاص كده؟ فاز الكلام. هنبتدي الاول بالترتيب اللي عندك، هقول ايه اللي ممكن يجي بنسبه 100% لازم يتحدد، لان مثلا النيوتريشن في نوعين اثنين من اسئله النيوتريشن. في احتمال سؤال يجي اه وسؤال لا، وفي سؤال لازم 100% يجي ان شاء الله، خلاص كده؟ يبقى نمشي منظمين من الاول عارفين ايه؟ انت عندك خمس برانشات، البرانش الاخير اسئله مجمعه، ما ينفعش تشرح في الاول ليه؟ لانه جاي من يعني السؤال في فايتال، وفي مينو ميديا نومون، وفي جرافس رسومات بيانيه، وفي نيوتريشن، يعني لازم يتشرح في الاخر عشان ده خلاص السؤال في كذا نوع، كذا نوع من الاسئله. خلاص يبقى احنا هنمشي كده الاول برانش برانش، ثم في الشابتر الاخير خالص هو الثالث النقطه الثالثه عندك هتلاقيها فيها اسئله مجمعه. يلا بقى نبتدي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، كله سامي يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. اول برانش عندكم يا جماعه اسئله النيوتريشن. اسئله النيوتريشن يا جماعه فيها كام سؤال؟ فيها سؤالين، فيها سؤالين على الجزء، درجات الجزء دي مضمونه. فالناس ما تحاولش تضيع فيها، ليه؟ هتضيع في النظري. فما يضيعش في النظري عبد الرحمن يضيع في العمل. يبقى العمل مضمون افضل 30 من 30، ده حاجه مضمونه جدا. مع درجات الغياب والبرزنتيشن كام؟ 30 80 60. لو ضمنت 60 دول في 60 تانيين نظري، انت لو ضمنت 120 يبقى انت كده في اخر السنه ضامن التقديم ان شاء الله ومستريح جدا في المنهج. مش كده؟ انتوا عندكم الراوند يا جماعه وكل حاجه. يعني الراوند اللي يضمن فيه 120 120 هيستريح جدا في اخر السنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي مع النيوتريشن. النيوتريشن عندي كام جزء فيه؟ عندي جزئين. الجزء الاول او مش هقول اسمه عشان اسمه معقد اقول لكم عشان صغيرين، والجزء الثاني بادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس لازم يجي 100%. الجزء الاولاني اتفضل. الجزء الاولاني والجروس شارت احتمال يجي واحتمال لا. يبقى الجروس شارت الاولاني تعالى نبدا. الجزء الاولاني والجروس شارت او الرسومات البيانيه احتمال يجي على المسلسل. واحده واحده بقى معانا، احنا قلنا مقدمه كده ايه دقيقتين قلنا نستنى الناس بس يعني عشان برضه ما نتاخرش الموجودين، فقلنا نعمل مقدمه كده صغيره. يلا افتح معانا المذكره بقى من اول صفحه. اول صفحه فيها اسمك ايه؟ معلش
عبد الشاف. يلا عبد الشاف، احنا قلنا ايه المعلومه اللي احنا قلناها؟ قلنا الاسبي مكون من كام برانش؟ مكون من ست برانشات، تمام؟ واحد منهم هنبتدي اول واحد. اول واحد اسمه نيوتريشن. النيوتريشن فيه كام جزء عبد الشاف؟ فيه جزئين، يا اما البودي ماس اندكس 10 يعني كام شويه صغيرين، يا اما جروس شارت. جروس شارت اللي هي منحنيات النمو، المنحنيات النمو دي 10 يعني كام شويه صغيرين. بص بقى عبد الشاف ده 100% لازم يجي يشتغل ان شاء الله صوره الامتحان بخمس درجات، ده احتمال يجي واحتمال لا. يعني الدكتوره هتحدد، هتقول لك هيجي ولا هتحدد، يعني هتحدد هيجي ولا لا. خلاص ده بس الكلام. يلا نبتدي اول حاجه مع مين؟ بالبودي ماس اندكس صفحه كام عشان نخلص من الاساس الاول؟ هبتدي بالبودي ماس اندكس صفحه 5. صفحه 5 البودي ماس اندكس صفحه 5، معلش الارقام بالعربي عشان ده طبعا بي دي اف تاني، ده طبعا بي دي اف تحت، تمام؟ صفحه 5 هنبتدي جماعه صفحه 5 الاول، المربع اللي تحت، المربع اللي تحت، معلش على الارقام بالعربي. واحده واحده بقى هناخد جماعه البودي ماس اندكس. قولوا ركز بقى على الشاشه صفحه 5 عندك. بودي ماس اندكس الصفحه اللي بعدها اللي تحت. بودي ماس اندكس يا جماعه، بودي ماس اندكس دي طريقه حديثه عشان نشخص بيها السمنه. لحظه بقى، قبل ما نشخص السمنه، مين فيكم قرا النيوتريشن؟ مين فيكم قرا موضوع الراوند النيوتريشن؟ ادي اسئله النيوتريشن. النيوتريشن فيه كم مرض من السمنه؟ مرض واحد ولا مرضين؟ يعني بقول على واحد تخين، مرض واحد ولا مرضين؟ مرضين. اوبيستي واحد، المرض الثاني اوفر ويت مليان شويه. يا جماعه زي المصريين ما يجي يقول على نفسي، يعني يجي واحد يقول لي تخين، فاز على اول حد انت تخين، اقول لا ده مليان شويه، مش البنات كده بتزعل لما حد يقول انت تخين، اقول لا ده مليان شويه مش تخين. يبقى في مرضين، المرض الاولاني اسمه اوفر ويت، ده مهم جدا تعرف اسم هذا المرض، والمرض الثاني مليان شويه اللي هو اوبيستي. لحظه بقى كله بركز معاك، المصريين اخترعوا اختراع غريب جدا. ايه بقى الاختراع؟ عشان اثبت ان تخين اعمل ايه؟ اعمل علاقه بالوزن والطول. فالمصريين اللي اشتغلوا بتاعتهم هي جون، عارف اشتغلوا ولا لا؟ لو واحد طوله 171 سم يبقى الطبيعي بتاعه الوزن الطبيعي كام؟ اشتغلوا بتاع المصريين كام؟ 71 كيلو. جابوا منين هذه المعادله؟ ما تعرفش، تمام؟ امال المعادله العالميه عباره عن ايه؟ عباره عن ميزان تلاقيه موجود في الصيدليات المحترمه، الميزانه دي بتعمل علاقه بالوزن والطول. هذه العلاقه اسمها المساحه السطحيه للجسم بادي ماس اندكس. هذه المعادله طالما علاقه بالوزن والطول يبقى معادله، هذه المعادله البسط بتاعها يكون الوزن والمقام بتاعها يكون الطول، او علاقه بالوزن والطول. غلط. ناخد بقى واحده واحده. الوزن يا جماعه هيكون بالكيلو جرام، او بالكيلو جرام، والطول هيكون هايت ان متر بالمتر. يعني ايه هايت بالمتر يا جماعه؟ يعني لو واحد يا جماعه طوله 171 سم بالمتر يبقى كام؟ 1.71 من 100، اعمل علامه عشريه عشان المتر في 100 سم، عشان المتر في 100 سم اعمل 1 بوينت وبعدين 71 من 100، لا اس 2 يعني مربع الطول بالمتر. يبقى المعادله نحفظها كويس جدا. البادي ماس اندكس بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن الويت بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر، مربع طول مربع الطول بالمتر. لحظه انا كده خلصت شرح الطب، باقي بقى شرح ايه؟ ابتدائيه واعداديه. ايه بقى ابتدائيه واعداديه؟ طلب الطب من كتر ما الطب مسح دماغهم، والطب على فكره بيمسح دماغ، يعني الطب المصري بيمسح دماغ، لكن الطب بيطور دماغ في اي حته. على فكره عمق مصر مش من افضل مصر، افضل حالنا يعني عشان نطور نفسنا، عشان في ناس لسه ما تبقاش عارفين كويس يعني. تمام؟ علشان نطور نفسنا هي الفكره ببساطه، الناس نسيت ازاي تعوض في القانون. فانا هعمل معادله دلوقتي حالا واقول لكم زي الامتحان، واحد وزنه 65 كيلو وطوله 100 تمام 56 سم. يلا يا جماعه حد كده يعمل لي المعادله دي يا جماعه، يلا اعمل لي البادي ماس اندكس بتاع الراجل ده وزنه 65 كيلو. يلا يا جماعه لا حد يقول لي ازاي يا جون هتخلص ازاي؟ يلا يا جون يبقى البسط بتاعي يبقى ايه؟ ها 65 على كام؟ ها 1.56 من 100 اس 2 يعني في ايه؟ في 1.56 100 تاني. مين يعرف يخلصها بالامتحان بالاله الحاسبه؟ الكالكوليتر يخلصها ازاي؟ يلا هتعمل لي ايه في الامتحان؟ انا عملت تجربه وهعزمكم في الحصه بس عشان الوقت، حد كده يتخيل هعمل ايه بالاله الحاسبه؟ هضرب 1.56 في 1.56 هيطلع رقم عامل ازاي؟ حد متخيل؟ هيطلع كده يا جماعه 2 قدامكم مثلا، مثلا بصوا 5 6 3 1 4 2 1 7 8 9 5 4 بصوا 3 2 1 اهو. اعمل ايه؟ هنقوله ازاي في الامتحان؟ هتقربوا طبيب في التقربوا تغير النتيجه، اعمل لك حاجه احلى من التاني. انا هو تقريب صح، هو تقريب صح، بس في حاجه ادق من التاني. لا في حاجه ادق من التاني، دي يا جماعه حاجه ادق من التاني. في حاجه يا جماعه في الرياضه اسمها ايه؟ لو كانوا المقامين مضروبين في بعض، ها اسمه ايه جون؟ اقسم التاني عادي. برافو عليك، برافو عليك، اول واحد يقولها من مدى الكورسات. لو كانوا المقامين مضروبين في بعض، اقسم على المقام مرتين كانك ضربتهم في بعض، عشان ما تقعدش تنقل الرقم. بمعنى اكتب كده 65 على 1.56 100 ولوس حسابي، وكمان مره على 1.56 100. لو قسمت على المقام مرتين كانهم ضربتهم بعض، بص الاحصاء الشافع عامل ازاي، بص الاحصاء عامل ازاي يا جماعه. اصل ال 65 اهو قسمت على ده مره وبعدين قسمت على ده مره اهو، يبقى لو قسمت على المقام مرتين كانهم مضروبين في بعض. لحظه هذا الرابع يا جماعه، النهارده هستخدم لفظ كتير قوي الناس بتستعمله شويه، اسمه لفظ ايه؟ في واحد صاحب بره عايز هم ما يعرفوش المكان. ماشي طب. انا خلاص دي ممكن لو تسمحوا لي يعني استنى شويه عشان انا بتوتر لما حد بيدخل كتير في النص ما بيفهمش كويس، وانا بس على الاول لو حد ما بيفهمش كويس انا خايف عشان انتوا اصحاب الحق اللي جيتوا بدري،
بقى خايف على زعله. فنستنى شويه بعد ما نخلص دي 5 دقايق ولا ايه رايكم؟ 5 دقايق ولا ايه رايك يا جون؟ انت اي تعبير يبان انت موافق ولا مش موافق؟ يا جماعه اسف على المقام مرتين. النورمال عباره عن ايه بقى؟ وبعدين بقى اقولها لزميلكم. النورمال عباره عن ايه يا جماعه؟ النورمال هو على السبوره هرسم لكم رسمه، الرسمه دي مهمه جدا. ايه الرسمه؟ انا بحب ارسمها كده بس واضح. النورمال بتاعي من 18 ونص الى 25، ده النورمال المصري. اللي عايز يعرف النورمال العالمي، اللي عايز يعرف نفسه، لان ساعات بيبقى موجود بعض الكتب بالذات اللي بيحضر معادله بره. النورمال العالمي يا جماعه اللي هو بتاع الامريكان والاوروبيين من 22 ونص ل 27 ونص. مره سالت السؤال ده في حصه جون، قال لي ايه؟ الدكتور قال لي ايه؟ طيب قال لي الجمله دي انت اتفضل انا مبين. بس دقيقتين كده ثلاثه تاخد معانا في الموضوع، بس عشان ما نديش موضوع جديد تدخل من النص وعامل لك في اخر الحصه الحته دي بقى اسف عشان ما تفصلش. النورمال بتاعي عباره عن ايه بقى؟ النورمال بتاعي المصري من 18 ونص ل 25، النورمال العالمي من مش العالمي الاوروبي يعني والامريكاني من 22 ونص ل 27 ونص. جه لي واحد مره قال لي هو ليه النورمال المصري غير النورمال الامريكاني؟ فقلت له الاجابه مشهوره. فاكرين قلت لهم ايه؟ يعني قلت له يا جماعه اللي عنده 16 سنه في امريكا، انت ما تعرفش عنده 16 سنه، هتشوفه عنده قد ايه؟ يعني انت بالنسبه لك عنده قد ايه؟ الولد ولا البنت عندها 16 سنه زي اللي عندها 29 سنه و30 سنه عندنا، احنا عندنا البادي بنت بتاعنا مختلف عنهم خالص، وعشان النورمال بتاعنا غير النورمال بتاعهم، عشان كده بذلنا مجهود، دي معتمده على الجزء الثاني من الحصه بقى، وعشان كده بذلنا مجهود ان احنا نعمل النورمال المصري، نجيب النورمال كام؟ احصائيه ضخمه جدا خدت 50 سنه عشان تطلع النورمال المصري. انا بتكلم بتاع السمنه، فالنورمال المصري من 18 ونص ل 25 يا جماعه، لو واحد طلع اقل من 18 ونص عنده يا جماعه ايه المرض اللي عنده؟ يعني واحد جه يا جماعه عنده مثلا 30 سنه وشفت البادي ماس اندكس بتاعه طلع رفيع جدا فبقول عنده اندر نيوتريشن. طبعا المصطلح اللي في كتابكم مصطلح مال نيوتريشن غلط يا جماعه. ليه بقى مصطلح مال نيوتريشن غلط؟ كل بقى ركز معايا. شوف بقى اول ما دخلت كلمت بسرعه. لسه بقول لهم ليه بقى؟ لسه بقول لهم يا جماعه انا بتضايق لو حد ما وصلوش المعلومه كاملة. فانا خلاص دي ثم هناخد ريست كده 5 دقائق بحيث من سنه كل الناس عشان ما حدش في النص خالص وبعدين نتكلم بالراحه بقى ان شاء الله. بصوا يا جماعه في كتابكم كاتب نص غبي قوي، ايه النص بقى؟ مال نيوتريشن. يا جماعه كلمه مال نيوتريشن معناها في اللغه سوء التغذيه، وكلمه سوء التغذيه معناها حاجه من الاثنين، يا اكسس زياده زي الاوبستي يا نقص اندر اللي هو اندر نيوتريشن. ده اندر نيوتريشن المصطلح الادق اندر. اما كلمه مال نيوتريشن ما هي السمنه مال نيوتريشن، ما هي السمنه سوء تغذيه، ما هي الزياده سوء تغذيه. في حاجه صعبه كده عبد الرحمن اللي داخل بقى متاخر اسمك ايه؟ سالم. بص بقى يا صالح، بص بقى المثل الجاي عشان ده مهم جدا قلناه قبل ما تدخل. ايه يا جماعه لو طلع اكتر من 25 اسمه ايه؟ حتى لو بالعربي اسمه ايه؟ ها؟ واحد طلع البادي ماس اندكس الوزن بتاعه اكتر من 25 بدا يا جماعه واحد يقول اوبيز. لا قلنا في مرض ثاني غير اوبيستي اللي اسمه ايه؟ احنا عندنا في المصري اسمه مليان شويه يبقى اوفر ويت. ده بيجي سؤال في الامتحان يا جماعه ال 25 اسمه اوفر ويت. كل بركز معايا لغايه كام يا جماعه؟ لغايه 30. كل بركز معايا لغايه 30 فيما فوق اسمه اوبيستي. لا غلط، ده يا جماعه الاوبيستي اسمها جريد 1 درجه 1. بيجي سؤال في الامتحان ساعات بقى في اخر السنه يقول لك ايه يا عبد الرحمن صح ولا غلط؟ الطالب مش مذاكر كويس يقول لهم يا هنا جريد 1 اوبيستي فوق ال 25 صح ولا غلط؟ غلط، ده اسمه اوفر ويت. كنا يا جماعه اوفر ويت مرض والاوبيستي مرض تاني، في مرضين في مرضين، يبقى جريد 1 فوق ال 30 مش فوق ال 25. اللي مش مذاكر كويس يفتكر ايه بقى؟ اه ما اكيد اللي فوق ال 25 ده جريد 1. لا ده مرض تاني وده اول مرض في الاوبيستي اهو. قال لك من 30 ل 35 جريد 2، من 35 فوق ال 40 اسمها موربيد اوبيستي سمنه مرضيه. كلمه مرضيه يا جماعه يعني ابتدى البنكرياس يتاثر وابتدى الليفر يتاثر وابتدى الهارت يتاثر وابتدى يحصل له جون كومبليكيشن. واحد يا جماعه انا بفهم الكلام ده ليه؟ يعني ليه يا جماعه بشرحه جه منين وراح فين؟ اقول لك ليه؟ يا جماعه جالك واحد العياده يا جون وانت دكتور تغذيه، جالك واحد العياده بتعمل البادي ماس اندكس بتاعه طلع 42، فيلا تنصحه تقول له ايه؟ اول نصيحه تقول له ايه؟ البادي ماس اندكس بتاعه 42 تقول له ايه؟ يلا فكر معايا انت دكتور تغذيه تقول له ايه؟ دايت. لا ما ينفعش دايت. انت متخيل واحد يا جماعه والمربط السمنه بتاعته 42 او البادي ماس اندكس هيكون وزنه قد ايه تقريبا؟ حد كده متخيل؟ لا يقل عن 220 كيلو، ده عمال من دايت يكون مات. وعشان كده شرحت لك على ما يخس عايزه سنتين ثلاثه اربعه يكون مات. وعشان كده شرحت لك وقلت لك معنى السمنه المرضيه ان البنكرياس اتاثر، ان الليفر اتاثر، ان الهارت اتاثر، وبالتالي الحل هنا في العمليه الجراحيه. لدرجه جه في النظري يقول لك ما هي الانديكيشن بتاع العمليات الجراحيه للسمنه؟ تقول له بس البادي ماس اندكس 40. البادي ماس اندكس بتاعي 40 دي اول انديكيشن. طبعا في انديكيشن ثانيه يبقى ده البادي ماس اندكس. اسمعوا بقى التسكيمه بقى ببساطه، هيجي لي السؤال في الامتحان ازاي؟ بصوا بقى حته لوجو مع ان كانت المفروض تتشرح في المحاضره الاصليه في اوان ثاني غير ده، فانا هحاول ادخل المحاضره ببعض. بصوا يا بنات، بصوا يا صاحبي، هعمل لك مثلا يا جماعه واحد وزنه يا جماعه 5 كيلو. بصوا المثل ده، واحد وزنه 5 كيلو، واحد وزنه 2 كيلو، واحد وزنه 5 كيلو من الاطفال، واحد وزنه 5 كيلو من الاطفال، واحد وزنه 7 كيلو، واحد وزنه 9 كيلو و 6 كيلو، واحد وزنه 9 كيلو، واحد وزنه 10 كيلو، واحد وزنه 10 كيلو، واحد وزنه 5 كيلو. واعمل الجدول يا جماعه. لا لا الجدول هو ده اللي جاي بناخد بالك. اعمل الجداول، واحد وزنه بصوا المثل ده مثلا 0 مش عايز 0 طبعا، واحد وزنه من 5 ل 10
اطفالك مع الطفل اول ما تدي كيلو بعد 5 كيلو بعد 5 كيلو كم طفلك معه وزنه من 0 ل 5؟ 3. فين الثلاثه؟ ده وزنه 2 يبقى من 0 ل 5 وده وزنه 5 وده وزنه 5 وده وزنه 5 يبقى هنا كام؟ 4. همشي على كلام وغلط 4. كم واحد من 5 ل 10؟ هنا ما ينفعش احط الخمسه هنا وهنا. ما ينفعش يا جماعه خانه واحده تتكرر في الجد. اذا بتتكلم ازاي يا جون ده كده بقى؟ بتتكلم بطريقتين، يا اما بتتكلم من زيرو لغايه 4.9، يا اما في طريقه تريحك بتكتب من زيرو شرطه، شرطه عن الاخر هذه الفئه اللي هي كام؟ انا ما اعرفش الكسر بتاعها. واللي بعدها خمسه شرطه يعني لغايه 9 واخر هذه الفئه 9.9. فهمت الفكره ولا لا؟ ما تكررش رقم مرتين. بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ عشان في الامتحان هيجيب لك سؤال في الامتحان بالنص. يا جماعه حد يقول لي الاوفر، انا هحفظها كده عشان دي اسهل، هحفظ الشكل ده عشان كده اسهل. حد يا جماعه يقول لي بقى الاوفر ويت من كام لكام؟ يلا الاوفر ويت من 25 ليه؟ اقل من 30. يبقى ال 30 تبع جريد 1. يلا والجريد 1 من 30 لغايه كام؟ ها؟ اقل من 35، يبقى حتى اللي هي بالظبط 34.9. يبقى اللي بعدها يبقى اذا ما تحطش رقم مرتين مع فئتين، خلص الموضوع. يعني احفظها بهذا الشكل عشان اسهل، لكن في الامتحان لما تجي لي ابقى عارف ان 25 لغايه 29.9، فهمتها يا جماعه ولا لا؟ وهنا من 30 لغايه 34.9، وهنا من 35 لغايه، فهمت الفكره عامله ازاي ولا لا؟ هيجي لك بقى سؤال في الامتحان على هذه الفكره، هديك شويه ارقام ويقول لك يلا يا جماعه ده اوفر ويت ولا اوبيس، يبقى انت عارف لغايه كام لغايه كام لغايه كام. الرسمه سهله ولا صعبه؟ اجيبها بشكل بسيط، امشي خمسات. السنه والاوفر ويت بمشي خمسات، يعني احفظ رقم بس واحد من 18.5 ل 25 وامشي خمسات، خلص الموضوع. هيجي السؤال في الامتحان ازاي؟ تعالى نجرب الاسئله. هيجي عندك اول سؤال يا جماعه، طبعا احنا عملنا ايه؟ تسكيم العلامات، هكتب المفروض الرسمه العصفوره دي، تسكيم العلامات اعمل الرسمه العصفوره دي اللي هو الخط ده، الخط ده اشيك بكتير والطف بكتير. هيفهمك التشخيص بتاعك عامل ازاي؟ يعني اجي تحت في المربع على سطح الخمسه يا عبد الرحمن واعمل خط. عشان بقى خلصت الموضوع. في طريقه ثانيه يا جماعه اللي عايز يحل في المذاكره، ساره دايما اقول لهم النصيحه دي، اسمعوني بقى يا جماعه، اسمعوا النصيحه دي بقى مهمه جدا جدا. ليه في الامتحان اللي هيحصل؟ انتوا عندكم طبعا ميزه مش واضحه في بقيه الراوندات، اقول لكم بقيه الراوندات اللي هيحصل، كل بقى ركز معايا. امتحان الهو سبيد يوم الاحد، وامتحان النظر يوم الخميس. ما بين الاحد والخميس كام يوم؟ اثنين وثلاث واربع، ثلاث ايام. فالطلبه العاديه بيعمل بقى يوم الخميس اللي قبل الاحد، ويوم الجمعه اللي قبل الاحد اللي بيبقى مرعوب بقى اللي لسه ما ذاكرش هو سبيد. يوم الخميس اللي قبل الاحد، ويوم الجمعه اللي قبل الاحد، ويوم السبت اللي قبل الاحد، عم ينزل في الاسبوع ما يستاهلش اكتر من ساعتين. طب عشان توصل هذه الساعتين انا مصلحتي المره تعمل لي الخميس والجمعه والسبت اللي قبل الاحد ذاكر نظري، وفي الطريق كده اروح جاي موفر نص يوم بلاش ساعتين، نص يوم حل الاسبوع. فده عشان يحصل لازم تعمل تبقى حل مره قبل كده عشان تبقى مطمن نفسيا وسهل بعد ما يسال منك ايام. طب ايه اللي هيحصل بقى عمليا؟ هتبتدي تحل في المذكره. طب عشان ما احلش فيها، ما انا حل فيها قبل كده ومخي كده الاستيميوليشن بتاعها هيقل، حل فين؟ حل في الصفحه البيضاء اللي بره، تمام؟ ونسيب الصفحه الاخيره النهائيه دي للحل فين؟ يوم الامتحان. يعني هبتدي نجاوب في الصفحه اللي جنبها البيضاء اللي بره، بحيث سيب مره ليله الامتحان عشان ساعتين بس ومطمن، لان عينك ما شافش الاجابه مش مطمن. فلازم شايفها بره، حل بره يبقى حل الامتحان. يلا يا جماعه نحل مع بعض بقى، نحل يلا اللي بعدها الصفحه اللي بعدها مع بعض. اول مساله دي جت الراوند اللي فات بالنص. يلا يا جماعه، قال لك واحد البادي ماس اندكس بتاعه، واحد يا جماعه البادي الوزن بتاعه 70 كيلو والطول بتاعه 150. هات البادي ماس اندكس وقول التشخيص بتاعك عباره عن ايه. بس اطلع ايضا تقريبا بره صح؟ اطلع من بره بتاع المساله دي. يلا حل المساله دي تمام. قلنا هنقسم يا صالح، بص بدل ما بص مربع المعادله عباره عن وزن كيلو جرام على اس 2 يعني مربع سكوير بالطول بالمتر، يبقى ال 150 بالمتر هتبقى كام؟ 1.55 تمام كده؟ ثم لحظه قلنا اس 2 بدل ما نعملها بالكالكوليتر عندنا طريقه الحل اسرع. لو قسمت البسط على المقام مرتين كانه ضربت البعض. يعني اكتب كام؟ 70 على 1.5 وادوس يساوي وكمان مره 1.5. لو قسمت مرتين كده ضربت البعض تنجز معاك، دي تنجز معاك. بدل ما تقرا الرقم طلع رقم كام يا جماعه بسرعه؟ ها يلا 70 على ها خد بص يا صاحبي 70 على 1.5 1.5 اس 2 احنا مضروبين في بعض 31 اس 2 مضروبين في بعض عشان اقول له عشان اقولها بالمعنى ده دي ما هو مضروبين اس 2 احنا مضروبين في بعض. فبدل ما يطلع كسر كتير ضخم يصدعك في الامتحان في نقله، في ناس تحلها ازاي؟ تقول لك هضرب 1.5 1.5 طلع رقم والرقم انا اجي له واحطه تحت في الديرومتر والمقام
فلما احطه في المقام يطلع رقم ضخم جدا يصدعك. لا اقسم مرتين على المقام كانك ضربتهم في بعض. تطلع 31 1 10. طلع كام؟ 31 31 1 1. لا انا عايز الكسر اللي طلع عنده. طلع كسر كام؟ حد يقول لي الكسر طلع كام؟ ما هو طلع وحدات كتير يبقى هو 1 بس. اه برافو عليك. بص انا لو طلع حدات كتير يا جماعه عشان طبعا طريقه التقريب اي رقم اصغر من 5 يبقى تجاهله. تطلع 31 1 طبعا انت لازم تكتب في الامتحان معاك كسر على الاقل. يعني في ناس بتقول لك انت جالك كسر، لا اكتب في الامتحان كسر 1 على الاقل. دي 31 1 من 10 تقريبا بس. ناخد بقى يا جماعه اللي بعدها. اللي بقى يا جماعه قال لك الوزن طبعا بعدها 69 تروح حلوها في البيت. طبعا في شويه حاجات ابقى ارجعها معاكم، هسيب لكم حاجه تحل في البيت وارجعها معاكم. كده خلصنا من ده. هتيجي بقى اول صفحه عشان اول صفحه رخمه شويه. اول صفحه اول صفحه يا جماعه ندخل على حاجه اسمها مع ان المفروض تشرح بعد موضوع ايه. اه انت ميزه يا جماعه حد يقول انا عامل التميز بقى ايه؟ لا تريش لا لا في تميز ممكن تريش تميز بس في تميز. ايه تميز يا جماعه؟ لما يكون البسط مختلف عن المقام يبقى كيلو جرام على متر سوي عامل الربح. يعني اكتب له جنبها كيلو جرام، اكتب له كده بالظبط كيلو جرام او كده بالظبط على متر تربيح. بس نديني السؤال ده. ناخد بقى مع اول صفحه عشان اول صفحه فيها كلام. انا جون ما بحبش اشرح حاجه من غير فيديو صح فيديو جت منين. بس للاسف في حته هنا صار عامل بقى هاجل جت منين وراحت فين. يعني هاجل سببها ايه مؤقتا لغايه ما تاخدوا معناها ايه. لان في حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن كيرف ما بيلحقش يشرحها عمود في الكليه ما بيلحقش اصلا. مش راح